يوم 30/6 يوم 2/8/2019 اليوم يوم 22/2/2019 اليوم يوم 3/3/2020 يوم الثلاثاء اليوم يوم 20/5/2020 اليوم 18/6/2020 يوم 13/7/2020 باقي الامتحانات 23 يوم وين مواجع الرابع يوم 11/8/2020 اليوم يوم الثلاثاء وباقي الامتحانات 16/17 يوم لأن تأجلت مرة ثانية اليوم يوم 29/8/2020 باقي الامتحانات يومين والمفروض مو يومين باقي 4 أيام لأن التطبيق باقي لهم يومين وإحنا باقي لنا 4 أيام لأن التطبيق يوم الثلاثاء وإحنا يوم الخميس الأحياء يعني يوم 21/9/2020 اليوم كان آخر يوم امتحانات وآخر يوم بالسادس كله السادس خلص بعد ما أكشي السادس هلا طبعا اليوم يوم 11/10 يعني شنو بعد النتائج وصلت الاسم كان مكتوب كاظم علي ياسين كان مكتوب 63.5 هنا أنا وقفت 63.5 ويا الدور الأول 100.33 ما أحب أشوف أمي تبكي بس يعني عارف هي تبكي لأن فرحة هلا يا بشانهم طبعا اليوم رجعت لكم مقطع جديد الجزء الثالث رحلتي بالسادس وآخر جزء راح أشرح لكم ب ردة فعل أهلي وامتحانات الوزارية طبعا آخر ما وصلت إلى تقريبا وصلت للشهر الثامن طبعا بشهر الثامن انه كنت ضال اقرا يعني تقريبا خلصت المراجعه الرابعه وكان باقي تقريبا 30 يوم هاي 30 يوم انه اني كان المفروض اقرا ب فشنو كان باقي الامتحانات المفروض يوم 1/9 الامتحان فانا كنت متحمس اريد الامتحانات تجي لان اريدها تخلص كافي مليت من السادس كافي يوم 11/8/2020 اليوم يوم الثلاثاء وباقي الامتحانات 16/17 يوم لأن تأجلت مرة ثانية وإذا تأجلت مرة ثالثة راح تصير بيها جلطة ودرجة الحرارة نازلة شوية 42 يعني أحسن من قبل وسجلنا بكورونا اليوم 3300 أعتقد والإصابات 150,000 استمع لنا وهسه جاي أقرأ الإنجليش إنجليش فوراك ووصلت تقريبا اليوم الثاني والثالث المفروض أخلصهن اليوم وباكر أكمل الإنجليزي وصلت تقريبا نص المراجعة الخامسة وباقي امتحانات 15 يوم لان راح ابدي اقرأ قواعد الامتحان اذا امتحنا وهسه التمهيد جاي يمتحنون تقريبا والله اسئلتهم سهلة اذا هاي السنة هميج اسئلتهم سهلة كل السنة تقريبا كنت حاط للعربي 10 ايام يعني باقي لي 20 يوم ما اعرف شو اسوي بيهن فقلت يلا خل اسويها مراجعة خامسة اسوي لي جدول واقرا بيه المواد اللي انا يعني مثلا ضايف فيها يعني مثلا عندي الاحياء الفصل الثاني الموقع والوظيفه وذني السوالف يعني اراجع بيها وذني السوالف فظليت بس اتشرز بالمواد تقريبا 20 يوم باقي الامتحانات 10 ايام تقريبا فانا سويت فتلاحظون انه انا فرحان كلش لان الامتحانات راح تجي لان كافي اريد الامتحانات اريد السادس يخلص كافي 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 هذه الامتحانات تخلص فشنو حرفيا كنت فرحان كلش فرحان اكثر من ما خلصت السادس فرحان الامتحانات راح تجي هاي بس اريد اجاوب على الاسئله وهاكم اسئلتكم وكافي يعني اريد بالي يرتاح اريد اقعد اريد ارتاح وما افكر بالمواد ما افكر بالوزاري ما افكر بالمعدل ما افكر ايش راح يصير ورا الوزاري ما اريد افكر بكل شيء اريد بالي يرتاح كافي اليوم يوم 29/8/2020 باقي الامتحانات يومين والمفروض مو يومين باقي 4 ايام لان التطبيق باقي لهم يومين واحنا باقي لنا 4 ايام لان التطبيق يوم الثلاثاء احنا يوم الخميس الاحياء يعني وطبعا الاسلاميه محذوفه عندنا والامتحان العربي هسه جاي اقرا الادب انا كملت القواعد وكملت الادب بس باقي الادب اكمله واحل وزاريات ليوم الامتحان ما صدق هاي اخر مره راح اقرا بيها جماعه المهجر اخر مره اقرا بها عربي اخر مره اقرا بي ادب لان امدن يعني ان شاء الله اخلص من السادس بدرجه حلوه فهم باقي الامتحان العربي 10 ايام فهيك خصصت لي 4 ايام بديت اول 4 ايام قريت بي ادب واربع ايام قريت بي قواعد لان تعرفون القواعد فهميه مو حفظيه فكان باقي الامتحان يومين فاليومين ذني انا قريت بس الادب
وقبل الامتحان تقريبا بساعتين بس راجعت القواعد، بس مراجعة على السريع. تقريبا وصلت لليوم اللي قبل الامتحان، اتذكر بعد كانت بي خوفه شويه، بس بنفس الوقت كنت فرحان انه هاي اخر مره راح اقرا بيها الادب، اخر مره اقرا بيها قواعد. هاي مليت كافي يعني، انا فرحان بس خايف في نفس الوقت. فاني شفت هواي فيديوهات انه يعني الواحد لازم ينام قبل الامتحان، قبل الامتحان لازم واحد ينام، لازم واحد ينام، لازم واحد ينام. فقلت يلا لازم واحد ينام لان ما راح يركز وقت الامتحان. فقلت يلا خل انام. وصلت الساعة واحدة قلت يلا خل انام، جربت انام ما اقدر انام، يعني حاولت انام بس ما اقدر انام. يعني حط راسي على المخدة يجي تقريبا ساعة كاملة، يجي بس انا صافن على السقف وما اقدر انام. يعني حاول، فشفت لا انام ولا دا اقرأ، كل شيء ما دا اسوي. فايج قمت وكملت قرايه، كملت قرايه تقريبا لحد ما وصلت الساعه 5. قلت ما يصير شيء، خل اريح عيوني شويه. فايج بس تمددت وغمضت عيوني، يعني كنت ساد عيوني بس بنفس الوقت دا افكر، يعني ما نايم، يعني تعرف نفسك انت نايم لو لا. فتقريبا الساعه كامله بس ساد عيوني. بعدين اول يوم من رحنا للامتحان كانوا وياي اخويا وابويا على اساس يودوني مركز الامتحان وهم يطلعون، يعني يروحون. فابوي كان يحكي لي على بنت صديقته اللي مطلعه معدل 99.6، هي كانت مطلعه 99.6، وكان يقول لي انتم ما يصير براسكم خير وما اعرف شنو، ما تقدرون تطلعون هيك معدلات. فقلت له تتحداني اطلع اكثر من عندها؟ فهيك باعوا علي يعني صافا، يعني اكثر من عندها شنو 99.6 ترى اليوم طلع. يعني هيش صفن علي، هو واخويا صافين علي، هي ضحكوا علي، وقتها ضحكوا علي. اول امتحان كان راح يوصلون الامتحان العربي، قالوا لي يلا يعني يلا نجربه، امتحان بعد نص ساعة وانت موجود روح امتحن وشوف درجتك وهاي. فوقتها ضحكوا علي. بعدين ورا ما طبيت الامتحان ما احكي لكم، يعني اي واحد كان يسألني كنت ناسي كل شيء حرفيا. اي واحد يسألني سؤال ما كنت تعرف الجواب، ما كنت مركز اصلا. يعني كانت بي خوفه، واكيد كانت ادي خوفه، وما كنت متذكر كل شيء، عوالي ناسي كل شيء، كل اللي قريته عبارة كل شيء مقال، صار لي سنه ونص كل شيء مسوي. فمن وصلت القاعه هيك يعني انتظر المصحح يعطيني الاسئله، هيك واقف على اعصابي حتى دا يهز برجلي، منتظر منتظر هيك صافن. فمن وصلت الاسئله بايدي لسنت الاسئله ما كنت اتذكر كل شيء، نعم اقرا سؤال ما اعرف احله، ما اعرف احله لان ناسي كل شيء. بس بعدين ورا شويه 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 صرت اتذكر المعلومات مالتي وراجع. طبعا احب انوع على شغله انه اغلبيه اللي ديكتون بالتعليقات شاعت عندكم تقليصات، شاعت عندكم تقليصات، شاعت عندكم تقليصات، شاعت عندكم تقليصات، بس السالفه مو سالفه تقليصات، السالفه سالفه انه اي واحد كان عنده الفرصه وقرا طلع معدل. يعني انا بالامتحانات كلها ما شفت سؤال ما اعرف حله، يعني الاسئله كلها سؤال اول للسادس والافرع كلها ماكو سؤال ما اعرف حله. اللهم كانت اكو اسئله انا متاكد من عندها واسئله ما كنت متاكد من عندها، بس يعني كنت اعرفها وكنت حاير شترك. مو لان الاسئله سهله، مو لان الاسئله سهله، يعني انا صار لي تقريبا من الشهر الثالث دق قرايه 10 ساعات 9 ساعات مرات 7 ساعات دق قرايه. يعني شنو ذني، يعني لو مو التقليصات انا ما كنت راح اطلع معدل لو شنو. فراني قريت تعبت نفسي، يعني تقريبا شهر الثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تقريبا 6 شهور تقريبا 180 الى 200 يوم 10 ساعات ترى. يعني انا تعب على نفسي، مو لان تقليصات خلف الله التقليص ما اعرف شنو ذني السوالف التعبان اللي اشوف التعليقات. اي واحد يقول لي تقليصات ما اعرف شنو، عندك الاسئله 2020 دوره اول، روح لهم روح لهم، اذا سهله فد مره روح جربهم. وورا ما خلصت الامتحانات ايش امتحان ورا امتحان امتحان ورا امتحان امتحان ورا امتحان وصلنا لامتحان الفيزياء. امتحان الفيزياء بس كنت اريد اخلص من الامتحانات، بزعت روحي طلعت روحي اريد اخلص كافي. يعني تقريبا كانت
شو صار لنا مدى ذاك تقريبا 20-21 يوم طولنا بالامتحانات. يعني بس اريد اقول لكم انه انا حتى مخي ما كان مرتاح انه 24 ساعه على اعصابي واقف ودا اقرا دا احاول انه ما اضيع وقت واحل اسئله باحسن طريقه ممكنه واجاوب بالشيء اللي اعرفه. ما كنت اكتب نصا بس جتني درجه كامله. امتحان الفيزياء من كنت اروح انا كنت فرحان لان راح امتحن اخر امتحان اخر مره راح اروح اخر مره راح اقرا بيها فيزياء اخر مره راح اقرا بيها فصل الثالث توالي توازي ما اعرف شنو ذا السوالف كافي مليت اريد اخلص. فمن طلعت من امتحان الفيزياء هيك اسلم الاجوبه للمصحح اطلع وين دا ارقص حرفيا دا ارقص واطلع من القاعه. كافي خلص السادس كافي طلعتوا روحتنا بزعتونا مادة ومادة كافي طلعت روحي ارقص واطلع. وراها تقريبا رجعت للبيت بدلت وطلعت ما رجعت للبيت الا ورا الساعة 10-10:30 فرحان لان خلصت الامتحانات كافي رجعت للبيت بدلت وطلعت لان طلعت روحي كافي. طبعا كنت فرحان كلش يعني تخيل انه بعد ماكو سادس بعد ماكو ملازم ماكو جيب الملزمة ودي الملزمة جيب هذا ودي كافي. يوم 21-9-2020 اليوم كان اخر يوم امتحانات واخر يوم بالسادس كله. اليوم كان امتحان الفيزياء يعني شنو يعني اخر امتحان بالسادس يعني شنو خلص السادس يعني الحمد لله امتحنت الامتحانات كلها وما جت ولا ما دع دور ثاني يعني شنو يعني خلص السادس وان شاء الله ناجح بيهن كلهن. طبعا انا من رجعت طلعت امتحان فيزياء لحد هسه انا ما اقدر بس احق يعني الامتحانات خلصت هسه اقدر اطلع اطب واطلع وين ما اروح يعني شنو يعني خلص السادس. ان شاء الله النتائج بعد 15 يوم اعتقد بروبلي المفروض 15 يوم بس انا ما علي بنتائج هسه خلنا نفرح شويه لان السادس خلص بعد ما اكش اسمه سادس. بعدين يعني ما كنت يعني عايف النتائج كلها بس ورا ما طلعت من السادس هيك كنت منصدم يعني واقف دا افكر شو اسوي يعني اذا ما اقرا شو اسوي. يعني ورا ما طلعت من امتحان الفيزياء طلعت رجعت للبيت يعني صافن شو اسوي يعني ما اعرف شو اسوي لان صار لي سنه ونص كل شيء ما دا اسوي بس اقرا. منصدم اقرا ما عندي قرايه ملزمه امتحان دا ادور شيء اسويه ما دا القى. اقرا شيء اكو شيء مقاري احس بغرابه اكو شيء غريب ماكو سادس يعني ما المفروض اقرا لو ما اقرا لان انا بعدني بمود القرايه ولازم يوميا ارجع للبيت اقرا للساعه 2-3 وانام بالساعه 7 هيك وصلت الساعه 12 يعني المفروض انام هسه يعني وصلت الساعه 12 انام يعني صار لي تقريبا 4 اشهر ما نايم الساعه 12 هيك حطيت راسي على المخده وجاب على الساعه 12 انام الساعه 12 يعني المفروض انام ماكو قرايه. متخيل انه ماني بموز صدمه خلص الساعه طالع من امتحان الفيزياء مجاوب يعني وما كنت متعود انام الساعه 12 يعني وما كنت متعود انه اضل هيك صافن كل شيء ما اسوي يعني هيك مره يومين ثلاثه ما ادري اعطوا النتائج طولت 16-17 يوم. بعدين قالوا لنا الباشر هيك وقف شعر راسي يعني كنت ناسي النتائج بس يعني هيك انصدمت النتائج سادس انا تعبت نفسي سنه ونص على مود النتائج وانا اصلا بعدين ما شايف النتائج. فهيك انتظرت واقف على اعصابي حتى الليل ما نمت ساعه وصلت الساعه 10 المفروض ان الساعه تنزل نتائج ماكو نتائج ما نزلت النتائج وانا منتظر النتائج اريدها تنزل ماكو نتائج. فهيك كنت منصدم هيك واقف و يعني حار شو اسوي يعني لا نتائج ولا اكو نتائج بس ابغى على الساعه والساعه مدى تقبل تمشي. هيك انتظرت قالوا لنا المفروض هم باكر نتائج هيك ظليت هم نمت الليل انتظر نتائج انتظر على اعصابي لحد
لحد ما تقريبا وصلت الساعة 11 واني مشغل 3 موبايلات ولابتوب. ورغم شغلت 3 موبايلات ولابتوب يعني انتظر النتائج نزلت بس الموقع ثقيل مدى تنفتح النتائج، ادور على نتيجتي مدى اقدر. وحتى ما وصلت لها. بس شنو باللابتوب كنت فاتح بالجوجل، كنت فاتح الفيسبوك، وكنت فاتح بثاب الاخ، وبنفس الوقت بالفيس انا طاب جروب مسوينا طلاب صفنا فطاب بي. فهيك وصلتني 6 اشعارات 7 اشعارات من الفيس بنفس الدقيقة، يعني جاي يسوي لي منشن، انا مسوي له ميوت بس جاي يسوي لي منشن منو كاظم علي. دا اريد اوصل للصورة، دا اصعد فوق، لقيت صورة هي النتائج الدفعة كلها. فاني شنو منصدم على اعصابي، بس اريد اقرا نتيجتي ايش قد يعني. هم بس كانوا كاظمين منو كاظم منو، كان مسوي لي منشن فوصلت الاسم كان مكتوب كاظم علي ياسين. هيج قريت نسألت كان مكتوب 63.5. هنا وقفت 63.5 بعد تعب، واخواني قاعدين يمي وامي وكلهم قاعدين قدامي منتظرين نتيجة ومكتوب 63.5. يعني منصدم ما بيها شي 63.5، بس انا قريت وتعبت على نفسي واعرف انه يعني على الاقل اطلع 85 لو 90 لو 92 لو 93 على الاقل يعني. والنتيجه طلعت 63.5. هيك قبل صفنت ونزلت راسي على القاع وما اعرف، حتى امي جت قالت لي عادي ما اعرف شنو. فهيك اخويا رجع صفن على اللابتوب، هيك جاي باع الشاشه جاي يقرا كاظم علي ياسين درجات مكتوب 99.33. شلون كاظم يقول لي 63.5؟ فقال لي انت شلون تقول لي 63.5 ترى مكتوب 99.33؟ قلت له شلون؟ قلت يعني ايش لزمت الشاشه جاي اقرا اسمي يعني شلون 99.33؟ جاي امشي على اسمي والله مكتوب 99.33، هذا شلون يقرا 63.5؟ هيك جاي ابى على درجات 100 99.99 لحد 63 وين؟ كان شلون عندنا كاظمين بالصف، الكاظم اللي جوايا يعني تقريبا كنت تمشي كاظم علي ياسين كنت نازل خط، ليش نازل خط ما كنت تمشي على درجاتي، نازل خط اللي جوايا ماخذ 63.5. فاني عبالي انه انا اللي مطلع 63.5 هيك انصدمت صدمه مو طبيعيه. فبعدها مكتوب 99.33 انصدمت يعني من يعني انا تقبلت الموضوع انه انا طلعت ما تقبلته بس يعني هذا اللي طلع 63.5. بعدها بنفس اللحظه ما اخذ 99.33 وهي درجات الدور الاول 100.33. انا بعدني بمود الصدمه يعني هيك واقف وابا على درجه، كان اخوي يقول لي ايش بيك؟ قلت 99.33 وهي درجه الدور الاول 100.33. هيك اخواني كلهم منصدمين واخوي هيك حضني قال لي عافيه ما اعرف شنو عافيه. وامي قبل يعني سجدت، واول مره اشوف امي هيك فرحانه بحيث بكت، يعني انا ما احب اشوف امي تبكي بس يعني اعرف هي بتبكي لان فرحانه، يعني انا هم منصدم ودموعي دا تنزل، يعني منصدم ودموعي دا تنزل اول مره بحياتي يصير وياي هيك يعني تباع ودموعي دا تنزل هيك. يعني تخيل انه واحد يدي باع عليك منصدم ودا تنزل دمعه منه، شلون ما اعرف، ما اعرف ايش صار وقتها، بس ظليت اصيح يعني مو اصيح عليهم بس يعني واحد من يقول لي كاظم قال له ها شو تريد، بس يعني مش تصيح هيك. الكل كانوا منصدمين يعني انا جماعتي كلهم او بمنطقه كلها ما حد طلع هيك معدل، يعني انا اول واحد اطلع معدل 100.33. الكل كانوا منصدمين الكل، واني هم بنفس الحاجه منصدم وما اعرف ايش احكي، حتى موبايلي تقريبا 25 مكالمه فايته وكل واحد يخابر على امي وعماتي وخلاص يتصلون فمن قلت لابويا اني بحياتي كلها ما شايف دمعه تنزل من وجه ابويا، بحياتي كلها ما شايف، اول مره بحياتي اشوف دمعه تنزل من وجه ابويا، يعني اول مره بحياتي من صدمه، اني من صدمه اكثر من صدمه المعدل يعني. بعدها من الفرحه طلع جاب شو اسمه جاب كيكه واحتفال واحتفلنا بالليل نفس الشيء، وظلني احتفل حتى جاب لي هذا هدية جدامكم ايفون 11 برو اللي جاي اصور بي، انه انا نفسي منصدم لان مطلع هيك معدل، يعني انا كنت متخيل درجة زينة ورا ما جاوبت، بس يعني ما كنت متخيل 100.33 او حتى
اخوي من ناحيه حضاني قال عارف ما اعرف شنو يدوس على راسي، لان اول واحد بالعشرة طلع هيك معدل، وبعدها تقريبا يومين كاملات اني صوتي واقع يعني ما اعرف احكي، من احكي صوتي واقع ما اقدر احكي، لان صوتي واقع بلا عيني غابه وما اقدر احكي. هلا طبعا اليوم يوم 11/10، يعني شنو بعد النتائج؟ بعد النتائج اني كنت احلم اطلع 97، يعني احلامي اكبر احلامي 97، والحمد لله بعد ما طلعت النتائج المعدل طلع فوق ما تخيلت اصلا، طلعت معدل 99.3 بدون الاضافة، ويا درجة الدور الاول 100.33، يعني اني اصلا ما حلمت بهيج معدل، يعني من شفت المعدل ما اوصف لكم الاحساس، الحمد لله عبرتها وقدرت اقرا. تقريبا انا قريت فترة المراجعة 210 يوم 220، بس الحمد لله يعني قدرت عليه وعدلت، يعني ما اعرف تقريبا انا ما عفت ولا يوم، عفت اللهم 3 ايام العيد الاول و3 ايام العيد الثاني، يعني اول 3 ايام العيد ما قريت، بس بقيت الايام والحمد لله طلعت معدل 99.33، يعني وين انا بجد طب للامتحان كنت اشوف الاسئله ما اعرف شعوف، يعني اعرف كل الاسئله والفرحة ما تنوصف، ما اقدر اوصف لكم شعوري، صحيح بعد 4 ايام بس بعدني فرحان. فخلي احكي لكم موضوع، يعني اول ما طبيت للمدرسه الاهليه ابو التسجيل كان يعرف ابويا، فقال لي انت ابن فلان، قلت له ايه، فكان يكمل بالمعامله مالتي الورقه، يعني كمل تسجيل مالتي، فقال لي ايش قد تريد تطلع معدل، قلت له والله اللي يجي من الله خير اي معدل، فقال لي انت ابن فلان ما تقدر تطلع معدل، قلت له ليش ما اقدر اطلع معدل، قال لي انتوا يعني مو كل الشطار وما معروف عنكم شطار وهيك تطلعون معدل، قلت له عمي، قال لي ها، قلت له ايش تخسر اذا طلعت اكثر من معدل هذا اللي وراه، فورا كان اكو بوستر مكتوب عليه السنه اللي قبلي كان الاول على المدرسه مطلع 98.83 دور ثاني، يعني ما عدا درجه الدور الاول 98.83، فقلت له ايش تخسر لو طلعت اكثر من معدل، قال لي ما تقدر ما اعرف شنو، فشوي استهزا قلت له ايش تخسر، قال لي هاي سويتش سياره دا تشوفها قدامك، سويتش سيارة هيك حطها على الميز، قال لي اخذ هاي السيارة اذا تطلعت اكثر من عندك، انا اتمنى اطلع معدل عالي بس يعني كل واحد مستوى، يعني قلت له ها، قال لي والله يعني اخسر مفتاح السيارة قدامك، مو شوفها قدامك، قلت له صار تدلل، قال لي هاي ورا ما كملت تقريبا، يعني ورا يومين نسيت الموضوع، بعدين يعني مقصود ورا النتائج تقريبا بيومين المدرسة سوت تكريم للطلاب اللي أوائل، فمن طبيت للمدرسة أدور على هذا أبو التسجيل، اليوم ألقى أدور عليه، طبيت للمدرسة أدور ماكو، أريد ألقى اليوم أشوفه، يعني أشوفه هيش، طبيت للإدارة، طبيت أبو التسجيل مكان التسجيل ماكو، ادور بالصفوف ماكو، وينه يا ربي وينه، يعني اليوم ما اطلع منه، انا ما اريد التكريم، انا اريد اشوف هذا، اريد اشوفه بالتسجيل اليوم اللي اشوفه، لان بالبدايه استهزأ بي، قال لي انت ابن فلان ما تقدر تطلع معدل ما اعرف شنو، طلعت معدل اكثر من هذا اللي ورا، ف ادور عليه بعدين بحفله التكريم هيك ازدحام، وهيك شفته هيك طرف عيني شفته، هلا اليوم وراك هيش، من تقربت من عنده شويه من شافني هيك صفن علي، وهو هم وقف، يعني انا اضحك وهو بده يضحك، هو يعرف انه انا اللي بدي اضحك، هو يتذكر الشرط اللي قلت له عليه، هو يتذكر الشرط اللي اول يوم من جيت للتسجيل يتذكر اكيد، هي بده يضحك علي، جيت له قلت له لو عمي شلونك، قال لي الحمد لله، قلت له تعرف ايش قد طلعت، قال لي ايه شفت اسمك يعني بالبداية، قلت له ايش قد طلعت، قال لي 100.33 ويا درجة الدور الاول، قلت له عمي تذكر اول يوم اني جيت للتسجيل من اني وانت وكنا قاعدين وتسجل اسمي وحكينا بسالفة،
يتصفن علي وضحك. قال لي ايه اتذكر. قلت له تتذكر تشارطنا على شغلة؟ قال لي ايه اتذكر. يعني يضحك ويحكيها يعني مقصود اجي علي. قلت له تتذكر انه احنا تشارطنا على سيارتك ونسويت السويتش وحطيت من سويت يجيب المفتاح وحطيته على شو اسمه على الميز. قال لي اتذكر. قلت له عمي طلعت اكثر من هذا اللي كان وراك. فضحك قال لي مبروك ابني درجه عاليه صارت على السياره. قال لي مبروك. فقلت له عمي انا ما اريد السياره. قلت له عمي انا ما اريد السياره بس السياره لك انا ما كل شيء ما اريد من عندها بس حتى تعرف انه ابن فلان جاب الدرجه واعلى من اللي كان وراك وجبت 100.33. هيج قال لي مبروك ما اعرف شنو. ف وقتها الصدمه على وجهه ماكو يعني حشرته بالحكي. فهو بس كان يضحك لانه هو يعرف انه متشارط وياي. بس هيك يعني حبيت انا اخبيه شوي اقول له انه انا ترى طلعت معدل ابن فلان طلع معدل. مرت اقول له جيب سويتش سياره يعني عيب. بس ميت ظلت بقلبي اروح احكي وياه. تقريبا تكرمت مرتين راح تطلع لكم شهايد هنا وهنا. وتقريبا وراها ب 20-30 يوم طلعت القبولات. اتمنى يا ربي هالفرح لكل طالب من يخلص السادس يطلع المعدل اللي يريده ويطلع بالمعدل اللي هو يريده شقد ما كان ويطلع بالشي اللي هو يريده. يا ربي معدل حلو لكل طالب. وبس والله اتمنى عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعطونا لايك واشتراك. وبس والله في امان الله.